مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدي أتكلم عن عملية نصب جديدة عم تشتهر عبر الإنترنت. طبعا لا يمكن لأحد أن يقول أنه سيستطيع أن يوضح للعالم ويظهر للعالم كل عمليات النصب اللي بتصير، وخاصة عبر الإنترنت. العمليات اللي بتصير ذكية، وكل ما إحنا بنكتشفها بنلاقي من أذكى منا وهلما جرى. هدول النصابين لولا ذكائهم ما استطاعوا يسووا اللي بيسووه. عملية النصب هاي حدخل فيها دايركت لأنها مهمة جدا. صارت عن طريق موضوع الكوفيد ونشر مساعدات. طبعا جتني رسالة عن طريق الواتساب بتحكي إنه أطلقت مفوضية الأمم المتحدة للإغاثة حملة تقديم مساعدات لفائدة المتضررين من جائحة كوفيد 19. يمكن لأي شخص الاستفادة من المساعدة المالية، وهي عبارة عن $800 شهريا ولمدة 4 أشهر، تحقق ما إذا كنت مؤهلا. والله بتاجروا برزق الفقراء، يعني حرام حرام حرام. تدخل على الموقع، أول شغلة بتشوفها الصورة الحلوة هاي، واحد من الـ UNHCR اللي هم منظمة إغاثة اللاجئين. الموضوع ما له خص نهائيا في موضوع الجائحة، عم بوزع أكل على ناس توقع في ليبيا حسب اللباس. لو بتنزل شوية بتلاقي صور أطفال بيستغلوها بشيء مخزي. الموقع blogspot.com، يعني موقع مش العنوان حتى، بتقرأ بتطلع شكرا جزيلا فعلا لقد أتممت الخطوات وحصلت على $800، كيف أعرف موعد الدفعة الثانية والثالثة؟ لما توقع أن الأمر حقيقي حيث كنت أشعر بالملل، وبالصدفة وصلني الرابط عبر الواتساب وقالت لماذا لا أجرب، ماذا سأخسر؟ واتضح أن الأمر حقيقي بعد أن اتصل بي العميل وأخبرني عن طريقة التوصيل بالمال، وشكرا جزيلا. طبعا وهلما جرى، كنت أظن أنها مجرد كذبة، ولكني لازلت لم أصدق. تدخل على التسجيل هون، هذا هو الصفحة، يعني بطلعك هيك، بطلع لك هاي. شكرا، أنت مؤهل. سبحان الله، أنا مؤهل. كيف أنا مؤهل يا جماعة؟ طب أنا ما سويتش حاجة نهائيا، يعني كيف أصبحت مؤهلا؟ يعني بدون أي شيء أنا مؤهل؟ والله يعني شيء، حط أي رقم. يعني إحنا حاطتين مصر، أنا بدي أحط أي رقم. أي يعني هذا مش من مصر، شايف؟ إرسال بقول لك انتظر، نحن نتحقق فاحصين. رقم إحنا حطيناه أصلا مش رقم بمصر. فون فيريفيكيشن، كونتري فيريفيكيشن، خلينا نشوف شو بيطلع. مية بالمية خلص جاري فحص البيانات. طبعا انت بتحط الرقم الحقيقي، بروح بيتصلوا فيك وبصيروا يقولوا لك اوكي لازم تبعت لنا مبلغ $200 او $100 عشان نقدر ندع الحساب، المبالغ في حسابك، وهلما جرى. طبعا من احد الشغلات انا وانا بجرب فيه طلع لي شغلة ثانية غير هدول، إنه بطلب منك إنك تعمل شير مع أصدقائك 10 على الأقل عن طريق الواتساب. هون ما طلعت يمكن لأنه الرقم حطيناه أصلاً عفشيكة. خلينا نحط رقم ثاني، خلينا نجرب رقم ثاني. لقد تم تسجيلك، عشان بدك تطلع، لقد تم تسجيلك في قائمة المستفيدين المرجو إكمال الخطوة، تبقى لك خطوة واحدة. شايفين؟ بعد تحليل بيانات، طبعا احنا حطينا رقم غلط، ما حطينا أصلا بيانات. بعد تحليل بياناتك تم تأهيلك للحصول على $800 شهريا لمدة 4 أشهر. كيف تتوصل؟ في ناس بترح يعني سجد رح يصدقوا، في ناس تحتاج هذه الفلوس رح تصدق. كيف تتوصل بالمساعدة؟ قم بالضغط على زر الواتساب هذا في الأسفل، وقم بمشاركة الرسالة مع أصدقائك حتى يمتلئ الشريط. هذا هو، شايفينه؟ يعني بدي ياني أروح
واعطيه اكسس للواتساب تبعي. ملاحظين؟ بعد القيام بمشاركه الرساله مع اصدقائك وامتلاء هذا الشريط، سيتم توجيهك اوتوماتيكيا الى المجيب الالي الذي سيخبرك بمكان ووقت استلام الفلوس، وسيصلك تاكيد عبر رساله نصيه خلال 15 دقيقه. الواتساب تبعك مبروك اتهكر. فاهمين شو اللي صار؟ اتهكر الواتساب تبعك عن طريق هذا الموقع. هذا المختصر. هل بدكم هاي الفلوس 800 دولار؟ حاولوا، لكن اذا بتفكروا بعقلكم راح تفهموا انه هاي نصبه وما هي اكثر الا اكثر من ضحكه على كما يقال العقول الساذجه. انتبهوا، خلوا خاصه الكبار في السن ما يدخلوا بهاي الشغله، وانشروا هذا الفيديو اذا شفتوا فيه فائده لكم ولاصدقائكم. ولا اراكم الله مكروها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.